صاحب المعالي نائب البرلمان السابق الشيخ الحاضر علي محمد خطيب حفظه الله ورعاه وسدد الله خطوته، سماحة المشايخ والدعاء، علماؤنا الأجلاء، آبائي وإخواني الأعزاء، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي على خلقه قدرا وقهرا، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وجعل النكاح غناء لمن يشكو فقرا. احمده واشكره على نعمه التي تطرا وآلائه التي لا تحيطها عدا ولا تظلمها شكرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا كنا، فسبحانه. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه. القائل والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما، صدق الله العظيم. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي جعل من سنته الزواج، حيث قال: تزوجوا الولود الودود فاني مكافر بكم الامم يوم القيامه. اما بعد، فيا ايها الحاضرون، لقد وقفت امام سيادتكم بهذه المناسبه الطيبه، وهي مناسبه اخينا الفاضل ناصر درويش المهاجر، وهو المولود من قبيلته، يمالي من مدينه كازي، والسيده امنه بنت موسى صيف، وهي المولوده من قبيلته ومالي من مدينه فومون، حيث سلك سنه المرسلين في هذا الشان العظيم. ايها الساده الكرام، ان الزواج هو احسن وضع الطبيعي وانسب مجال حيوي لارواء الغريزه واشراعها، فيهدا البدن من الاضطراب ويكف النظر عن التطلع الى الحرام، وتطمئن العاطفه الى ما احل الله. وهذا هو ما اشارت اليه الآية الكريمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وبسببه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر عليها أسرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غضب عنها حفظته في نفسها وماله، صدق رسوله الكريم. ولقد علق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الزواج وهو قادر عليه ونبى إلى أن هذا مخالف لسنته، فقال: أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيها السادة الكرام، إلى هنا نكتفي بهذا، راجع من المولى جل وعلا أن يبارك هذا الزواج وأن يكرمه بالتفاهم والمودة وجميل الأبناء إن شاء الله. حضرات السادة الكرام،
kwezi mafungu watu kufuwe kawa na mjuhu nao aruma ya hafla inu wazi wangu mazuki wangu nana ya nabani wangu tembo jitu kufuwe kawa mwasuji ya aruma ya hafla inu tosa na salamu rehma na amani juyaha kwezi watu kufu amani na mna razaba ngasi ya aruma hafla ya hee mwanyanyasi na suzidaroshi wikao dumajuha ili mje mshudie awikao hatukuza nzima mekuni maze suna za mtuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inuri parao ndola ewe mbekwes umwimata wanu nasha kafini rilete mkini hata makosa rijanayo abo upanyo hatu ngatao samaha haina kosa wikao njoka mili tibana kwezi watukufu kabati chaka hafla hamanda yenu hafla nitukufu jayenu lathi maria nisi haa za Qur'an mwika onga mdusu mewazo ni mwanahanyu Hassan Ali Ndahoma falia tafakalu mashkuri